أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا واشهد بأننا مسلمون. ربنا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
صدق الله العظيم.